بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أحمد عبد الرحمن من جي اف اكس اكاديمي دوت تي في. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على درس جديد من دروس إليمنت 3 دي من فيديو كوبايلوت. هنتكلم النهاردة على إزاي إن إحنا نشتغل على الباثز في إليمنت 3 دي. على فكرة الموضوع ده ممكن نستخدمه على الستريتور أو ممكن نستخدمه من أفتر إفكتس على طول. الصورة دي أنا جايبها من جوجل، أنا كتبت بايو هازارد لوجو فاخترت الصوره. طبعا يا 500 500 المفروض لو تقدر تختار صوره احسن من كده او اكبر من كده يا ريت. على كل احنا نروح للكومبوزيشن ودي هنسميها نيو كومب وهنسميها ستارت كومب اتش دي 300 فريم. اوكي، بعد كده هناخد البايو هازارد هرميها جوه هنا. انا مش محتاج اعمل سكيل دلوقتي خالص عشان ما يظهرش اي بيكسليشن هنا. اللي انا محتاج اعمله دلوقتي ان انا اعمل باث حوالين الشكل ده عشان يطلع لي في الاخر ماسك. الموضوع ده عشان نعمله يدوي مرهق جدا عشان اعمله بالبنتود، لكن هو له طريقه اوتوماتيك بس بشرط ان دي تبقى ابيض مش اسود. طب نعملها ازاي؟ في بس البريفيو في الانفو في الاوديو وتعالوا هنا نكتب انفرت. لو خدنا الانفرت رميناه هنا كده هنحولها او هنعكس الموضوع. طيب ازاي هنعمل تريسنج للباسز دي؟ هنروح للاير ومن لاير هقول له اوتو تريس وهقوم عامل بريفيو. باي ديفولت اللي تشانل هتلاقي الفا خلاص، فمش هيدي لك حاجه يعمل تريس على الايدجز اللي بره، لكن انا هخليها لومينانس فيعمل تريس على الباس نفسه. بعد كده هقول له اوكي. لو انا قلت له ابلاي تو ا نيو لاير هيعمل لاير جديد، لكن انا هقول له على طول اوكي بالمنظر ده كده. بالشكل ده هلاقيه عمل لي الماسكس اللي احنا شايفينها. اوريدي كده انا خلصت من الباسز، فاضل ان انا اعمل الاكستروجن بتاعه نفسه. هعمل كنترول واي عشان اجيب سوليد جديده ودي هنسميها اي 3 دي واقوم قايل له اوكي. هاجي بعد كده هنا ومن فيديو كوبايلوت اليمنت. بالمناسبه هتستخدم اليمنت 2 هتستخدم اليمنت 1.6 مش هيفرق معانا في الموضوع ده خالص. احنا مش بنتكلم على الكي فيتشرز في 2 ولا بنتكلم على الفرق بين 2 و1.6 او حتى 1.2. احنا بنتكلم ان اللي عنده ده هيشتغل واللي عنده ده هيشتغل. طيب بعد كده هنروح لسين سيت اب. بس قبل ما نروح لسين سيت اب انا دلوقتي عايز الماسك ده اليمنت يشوفه. عشان اليمنت يشوف الماسك ده هنروح لكاستم لايرز كاستم تكست اند ماسكس. على فكره الفرق بين ده والفرق بين ده دي بستخدمها كخامه جوه اليمنت، لكن دي بستخدمها كباس عشان اعمل له اكسترود جوه اليمنت. هفتح كاستم تكست اند ماسكس وهقول له انا عندي الباس لاير الاولاني هي البايو هازارد ودي هسميها اندرسكور اوتر لسبب هقول لكم عليه بعدين. هروح لاليمنت واجي للنن واقول له بايو هازارد اوتر. مهم جدا تسمي لان جوه التسميه دي هتفيدك جدا. بعد كده هروح للسين سيت اب. جوه سين سيت اب ده الفيو بورت او الاصدار الجديد. انا هروح لاكسترود. من اكسترود اوتوماتيك على طول هو هيقرا تمام الكاستم باس رقم 1. انا بقى كل اللي انا عايز اعمله ان انا عايز انزل تحت في او افتح دي كده واروح للبيفل وعندي الاكسترود هزوده شويه عشان ازود الاكستروجن حبه بحيث ادي ضخامه للاوبجكت بتاعي. ازوده كمان شويه خلي 4 تمام. عندي بعد كده طبعا دي جايه من زي ما قلت الصوره الدقه بتاعتها مش عاليه فعشان كده اداني الحاجات دي. عندي بعد كده اكسباند ايدجز لو انا عايز اكبر الايدجز دي. لو انا عملت اكسباند ايدجز بالمنظر ده كده او شرينك للايدجز هتنفعني قوي، بس انا عايز اخليها اكسباند شويه عشان يقرب من بعضه. عندي بعد كده البيفل سايز، انا ممكن اكبر البيفل سايز شويه بحيث اديها تشيزلد واخد الايدج اكسبانجن لجوه شويه بحيث تاخد الشيب اللي انا شايفه ده. طبعا البيفل سيجمنتس لو زادت فانا بزود السموث، لو قلت يبقى انا بعملها تشيزلد ميتال فانا عايز ازود السموث سنه.
في عندي بعد كده البيفل كيرف، وده بيتحكم في شكل البيفل. لو انا زودت او قللت البيفل كيرف بيبقى زي التشيزلد ميتال، فانا عايز اديها سنه برضه تبقى تشيزلد بس مش قوي. ده بالنسبه للبيفل. لكن الاكسترود نفسه له موضوع تاني. هنا ده البيفل سكيل، انا بكبر تمام الاكستروجن ككل او الاكستروجن بيفل ككل. خلي بالنا من نقطه، ان ده في فرق بينه وبين الاكسترود اماونت نفسه. الاكستروجن او البيفل سكيل لو احنا خدنا بالنا له علاقه بالايدجز دي، مش مجرد اكستروجن وبس، ده هو بيشد معاه دول. لو انا زودت ده كده اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، انا ممكن اخليها برضو لا اربعه كتير تمام، اخليها ثلاثه تمام بالمنظر اللي انا شايفه ده كده. عندي شويه ارت افكتس تمام، عندي هنا شويه ارت افكتس، ده راجع لان زي ما قلت الصوره دقتها مش عاليه، عشان كده عملت الارت افكتس. لو رجعت البيفل تاني ممكن نظبطها شويه من الايدج اكستروجن والبيفل سايز تمام، حاجه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا زي ما قلت انت لو كنت جايب، لو كنا جايبين صوره احسن كانت بقت، بس مش مشكله. ده بالنسبه للاكستروجن او الاكستروجن الاولاني. بس دلوقتي في حاجه، ان انا عاوز افصل ده عن ده. قبل ما افصل ده عن ده تعالى الاول نحط ماتيريال. هروح لبريسيت وهجيب البرو شيدرز، هجيب الميتال وهاخد من الميتال البرونز احطه على البيفل، مش عايز احط يلا خير تمام. ممكن نجيب ده كده جميل حلو قوي ده، او ممكن نجيب اللي هو الجرانج ميتال تمام، اللي هي دي او دي مش عارف. بس في حاجه بقى انا عايز اتكلم عليها في فيرجن 2 في الماتيريال. في الماتيريال نفسها لو انا رحت للماتيريال نفسها كده، في عندي في الماتيريال تايب ستاندرد شيدر وعندي الجديد الفيزيكال شيدر. هو يمكن انا بحب اشتغل على الفيزيكال شيدر باعتبار ان انا في سينما بحب شغل الفيزيكال شيدنج قوي، لان بيديني جلوسنس، بيدي جلوسنس شكلها او بيدي واقعيه شكلها كويس. انا ممكن اعمل ارفع ده كده، هروح بعد كده ل الجلوسنس اللي هي دي واسحب او اخلي الجلوسنس زياده شويه تمام، والريفليكشن اقل سن تمام بالشكل ده كده، بس ببقى السبيكتر بتاعه قليل شويه. فخليني ارجع للستاندرد شيدر خلاص بالشكل ده. نرجع تاني كده نبص في الريفليكشن، على الريفليكشن شويه الفرنيل لو قللته الريفليكشن هيزيد عند الايدجز. بلند مود زي ما هو، ريفراكشن مفيش ريفراكشن، يبقى احنا كده ظبطنا الموديل بتاعنا. فاضل ان انا افصله، انا عايز افصله انا مش عارف افصله. الاول عشان يتفصل اروح لاوكي خلاص واشيل دي دلوقتي، بقى عندي الموديل بالمنظر ده. بس عشان افصل دول عن دول واحرك دول سيبريتد عن دول، مش هدبلكيت اليمنت، انا هدبلكيت دي. هعمل كنترول دي تمام ودي، هسميها بدل اوتر انر. وتعالوا نشوف هنعمل ايه في انر واوتر، هلغي دي مؤقتا واطلع دول. في الاوتر انا هسيب الماسكس دي وهمسح اللي جوه، يعني هاجي على كل واحد من دول تمام واعمل دبل كليك على حته كده،
هعمل ام عشان اجيب الماسكس، هو كل واحد له اللون بتاعه، هسلكت الماسك ده واقول له ديليت، وهسلكت الماسك ده واقول له ديليت، وهسلكت الماسك ده واقول له ديليت. كده يبقى انا سبت اسف انا عكست، هغير بس الاسم بدل ما نرجع نعمل اندو تاني، اوتر، ودي هتبقى انر. تمام، هخف دي واشتغل على الانر. انر معناه ان انا هدلت الاوتر، هضغط ام واروح للماسك وديليت الماسك، اتاكد ان انا على الماسك نفسه، وهنا نفس القصه هو ده، وديليت الماسك ده، ونفس الموضوع في الماسك الاولاني، وديليت الماسك كده. يبقى انا سايب هنا الانر وهنا سايب الاوتر. طيب هاجي الاي 3 دي، طبعا هو واخد اللي هي رقم 3 اللي هي الانر، انا هروح اقول له انت عندك واحده ثانيه اللي هي الاوتر، وهنرجع هنا الموديل سيت اب لسين سيت اب، هلاقي هنا تمام الاكستروجن بتاع الانر. لو عملنا رايت كليك وقلت له رينيم، ده هنسميه انر. خلي بالنا ان هو هنا في جروب فولدر، انا مش عايزها في جروب، تمام، وده يبقى في الجروب رقم 1. لو انا عملت كنترول دي دوبلكيت وده دبل كليك، وهسميه اوتر، وهيبقى في جروب 2. بس الفرق المره دي ان انا هروح الكاستم باس 2. جميل، لو احنا عملنا سيلكت على ده وعملنا سيلكت على ده هنلاقي الاثنين زي ما هم. هقول له اوكي وهطلع ده واشيل دول، هلاقي الدنيا رجعت زي ما هي، بس مع الفرق ده. هرجع لسين سيت اب تاني، وكل الحكايه هاجي في ده، ولو خدت الاثنين عملت رايت كليك هقول له نيو جروب فولدر، واخد الاثنين دول، او اخد ده واحطه جوه الجروب، واخد اوتر واحطه جوه الجروب. بكده يبقى انا عندي الاثنين شغالين. يبقى انا همسك مين بقى؟ همسك الانر، وكل الحكايه هخف مش البيفل سكيل بقى، هخف البيفل سكيل شويه، وهروح للبيفل نفسه. تمام، هخف البيفل سايز، او هزود البيفل سايز شويه. تمام، وهاخد الدبث شوية كده، واروح في الاكسترود نفسه، واسحب الايدج اكسباند، وارجع هنا تاني لان اكيد في هنا اكسباند ايدجز اللي هي دي، يعني اخدها سنه جوه شويه، ماشي بالمنظر ده كده. في بقى حاجه مهمه قوي، ان انا عايز اعمل تيرن اون لشو اي او عشان ابقى شايف الامبت اكلوجن، لان هو اليمنت في الاصدار ده فيه شادوز، لكن في الاصدارات اللي قبل كده ما كانش فيه شادوز. كده يبقى احنا اطمننا ان ده جروب فولدر، اطلع بقى ده بره واطلع ده بره، يبقى اوتر في جروب 2. كده انا عندي انر في جروب 1 وده مش عايزه خلاص، انر في جروب 1 واوتر في جروب 2. طيب لو رحنا بقى عشان نعمل انيميشن، قبل الانيميشن تعالوا الاول نعمل باك جراوند، او نعمل كنترول الت شيفت سي عشان الكاريت كاميرا. بحب كارت الكاميرا وايد شويه 25 28، ومعامل اوكي، وهروح للاير ونيو لايت، وهخلي اللايت ده بارلل لايت علشان يديني إضاءة زي بتاعة الشمس كده، ونخلي ده مثلا 160، وأقوم قايل له أوكي. خلاص نرجع بده لورا كده شوية، وأروح للتوب فيو
عشان اشوف مكان اللايت. تمام، وبعد كده الفرونت فيو. وبعد كده الليفت فيو. تمام كده، بس بطمن على ان اللايت بتاعي في مكان مظبوط. بعد كده اروح للاكتف كاميرا واضغط AA وازود شويه الانتنسيتي بتاعه اللايت، وارجع ل E3D سين سيت اب. تمام، واروح للماتيريال هنا وارفع الريفليكشن شويه، واروح لدي برضو وارفع الريفليكشن شويه، واقوم قايل له اوكي. قبل ما اقول له اوكي عايز اروح لانفايرمنت واغير الديفولت انفايرمنت لحاجه زي دي. تمام، بحيث يبقى الريفليكشن واخد يعني من نفس الالوان، واقول اوكي. تمام، بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بعد كده اروح للكاميرا، قبل ما اروح للكاميرا هروح للاير نيو سوليد وهسمي دي بي جي، واخدها تحت كده. على الباك جراوند دي هخليها 3D، بس هقول له AA، وانا مش عايزه يشوف كنترول زد، او انا كنت عايز استثنيها من الكنترول زد عشان على الكاميرا، اسف، كنت عايز استثنيها من اللايت، من اللايت ده. على كل حال ماشي، هنيجي بعد كده ل رامب وارمي على دي كده. بعد كده اروح اخلي ده راديال، وياخد او بلاش الرامب عشان ممكن يديني تدريجات ملهاش لازمه. انا هخلي اللاير دي تمام لونها فاتح شويه. بعد كده كنترول دي كنترول دي، هسمي دي فن اختصار فينيات، وهخلي الكالر بتاعها اسود. وبعد كده اروح للاليبس تول دبل كليك عشان اعمل ماسك، وهقول له سبتراكت. بعد كده اضغط اف عشان اجيب الفيدر، ونعمل فيدر بالشكل ده. تمام، خلصنا كده من الباك جراوند. اروح للكاميرا نفسها. تمام، واخش مثلا زوم ان على الكاميرا بالشكل كده. جميل، في بس حاجه الاول علشان ناخد اللوك بتاع الصوره. اولا انا مش حاطط مش منزل عندي اوبتيكال فليرز، ف هخلي الاوبتيكال فليرز مش موجود، لكن هنعمل حاجه كويسه قوي. اروح للاير نيو سوليد، ودي هنسميها كولر جريد. الكولر جريد دي هحط عليها رامب، والرامب ده هاخده كده واخده كده. تمام، وهخلي ده مثلا يبقى بالكلر ده، وهخلي ده يبقى واخد كلر افتح سنه، واروح للبنتول ونرسم حاجه زي كده. تمام، واجي على الكونفرت وكونفرت دي وكونفرت دي وكونفرت. تمام، حاجة بالمنظر ده كده، وخلي دي كده مثلا، وخلي دي كده، وخلي دي كده. جميل، بعد كده اضغط F عشان اجيب الفيذر، ونعمل فيذر كبير شوية. بعد كده اضغط F4 واخلي دي البليند مود بتاعها كولر. جميل جميل، بعد كده T واخد الاوباسيتي لتحت شوية بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. تمام، ده بالنسبة ل
دي اول حاجه. تاني حاجه اروح لاير نيو سوليد او ادجستمنت لاير الاول واسمي دي سي سي، وبعد كده هاجي هنا واحط كيرفز، او قبل الكيرفز هحط بوكس بلر، ودي هنسميها توتال جلو. واللي انا هعمله يمكن غريب شويه، لو انا رفعت الراديوس بتاع البلر وقلت له ريبيت ايدج بيكسلز عشان الايدجز دي، والاتريشنز اللي هو السموزنس خليته 2، تمام، ده البلر وده بمعنى تاني لو الناس بتشتغل 3 دي نقدر نقول على ده السامبلز اللي بتخلي البلر كلين، والراديوس ده اللي هو الاماونت بتاع البلر. انا عملت بلر صح؟ هاجي على بلند مود خليها اوفرلاي او سوفت لايت واضغطيه، وهات بقى الاوباستي دي لتحت شويه. لو احنا قفلنا ده فتحناه كده شايفين احنا الجلو اللي حاصل ده، تمام. دي حاجة. الحاجة الأخيرة الحاجة الأخيرة لو احنا عملنا اسف تي تاني وخدنا دي خليناها 25، لو احنا عملنا كنترول الت واي وسمينا ده لوك وجينا هنا وحطينا فوتو فلتر وخلينا دي وورم ال بي اي، رفعنا الوورمنس بتاعت السين بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده، وجينا بعد كده عشان نرجع الديتيلز اللي راحت من البلر هقول له ان شاربن ماسك، نزوم ونشوف الاماونت بتاع الشاربنس عشان نشوف الحده بتاعت الديتيلز. انا عايز يبقى في شاينس في الايدجز، الثريشولد لو قللته اسف لو زودته هيروح على الايدجز اللي متدريه شويه، مش هيروح على الطب، مش هيروح على دي، هيروح على دي، تمام. ونقلل اماونت بالظبط زي ما انا قلت اهو، خلاص جميل بالشكل ده. اذا لو انا قفلت ده زي ما احنا شايفين شويه الديتيلز العبيطه اللي انتوا بتقولوا مش مهم، لا هي مهم. لو قفلت ده بقى سوفت قوي، لو قفلت ده اداني شاربنس جامد قوي بالمنظر اللي انا شايفه ده. اخر خطوه كنترول الت واي، وهسمي دي بقى الاخيره سي سي، وهروح هنا واقول له كيرفز واضغط الكيرفز، هاجي بعد كده ارفع او اقلل اخد التوتال وارفع دي بالمنظر ده كده، تمام. اروح للكالر جريد، تمام، واضح ان انا هروح لده واخليه الكالر ده شويه، ممكن نخليها سكرين، اعتقد سكرين احسن، تمام. لو قلنا تي كده قوي قوي قوي، ماشي بالمنظر ده كده خلصنا من السيت اب بتاعتنا. طبعا اد اعتقد اد احسن. بس حلو قوي الفاينل لوك ده، انا ممكن حتى الكالر جريد ده اخليه فوق خالص واضغط تي زود الاوباسيتي بالشكل ده، وفي الكيرفز هاخد الكونترست بالشكل ده. بالنسبه كده ليه الدنيا بتاعي اخف كده شويه. وفي نقطه مهمه كمان، انا كده كده الكالر بتاعي رايح ناحيه الريد،
ف ار بي جي قدام الناحيه الثانيه سي ام واي كي، اذا ده يبقى سيان عشان ناخد النيوترال لوك. ده لو عايز اخف الاحمر شويه. تمام بالمنظر ده كده كويس جدا جدا جدا. لو جينا عملنا تي هنا وزودنا ده هاخد اللوك كده، بس هنزل ده تحت الكيرفز بالظبط عشان يدي الحته كده. خلصنا من الدنيا دي، نحرك بقى الكاميرا دي الستارت بتاعي. الفكره ان انا هروح للكاميرا، انا حابب الكاميرا تبقى فوق هنا كده، هضغط A وشيفت مع B عشان اجيب البوزيشن. الاول هحط كي فريم للاثنين، وهكي فريم الكاميرا ولتكن هنا كده، وهطلع قدام مثلا هخلي كل كاميرا 50 فريم يعني ثانية وكسر. تمام، وهاخد ده لورا. انا اهم حاجة عندي انا مش عايز المنتج يبان دلوقتي. تمام، واخدها كده مثلا بالشكل ده. اذا انا كل الحركة اللي عندي هي الحركة دي. انا جيت عملت زيرو هلاقي الحركة دي. ده كده بالنسبة لأول كاميرا. في نقطة كمان مهمة بقى، لو انا رحت الاليمنت ورحت لجروب 2، انا مش فاكر جروب 2 كتانية واحدة، معلش انا اسف، انا هخش تاني جوه. انا اركب جروب 1، اذا انا هشتغل على جروب 1، هروح لجروب 1 وهروح ل البارتيكل ريبليكيتور، ومن بارتيكل ريبليكيتور هروح ل اسف بارتيكل لوك، واروح لمالتي اوبجكت وهشغل المالتي اوبجكت. في المالتي اوبجكت عندي حاجات كتير جدا، لكن انا عايز افرق دول عن بعض. عندي هنا السكاتر اكس واي زد. لو انا جيت عملت سكاترنج على واي هلاقيها كده، انا مش عايزها على واي، واضح ان المحور اتقلب، اذا هو زد. تمام بالمنظر ده كده خلاص. فانا هاخد دي مثلا كده تمام، بحيث ما يبقاش باين اصلا ده ايه والكاميرا بتتحرك اساسا. هنخليها سالب 8 جميل، وهنكي فريم دي وهطلع قدام وليكن عند 50 او يمكن قبل ال 50 ب 10 فريمات ولا حاجه، وهخلي دي تطلع فوق بحيث برضو ما يبانش ايه اللي بيحصل، وحتى هزود دي بعد ال 50 كمان. خلاص جميل. لو احنا كده عملنا زيرو طبعا كده ولا كده الكاميرا هتقطع عند دي. انا بفضل حتى ان دي تبقى عند فريم بطيء شويه، يعني اجي نعمل زيرو عشان اخد كات بالكاميرا، ما يبقاش اصلا الحركه خلصت. حلو، هروح على الكاميرا واعمل يو. تمام، اوب 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 كنترول دي واخليها كده تاني. جميل قوي، خلصنا من دي. اخر حاجه كنترول الت واي. والبلجن على فكره اللي هعمله ده مش مشكله، يعني ده لو مش عندك مش مشكله، ده حاجه في الفاينل لوك هسميها جلنت. وهروح هنا واحط جلند ده من مجموعه ال سافير، ف يعني مش مشكله لو مش عندك ما تشغلش بالك، بس ده بيدي بحب انا الجلندز دي قوي.
البتاع ده كبير بس مش مشكلة، هروح للثريش هولد أقلله شوية بحيث إن أنا أزود البلينتس اللي على الأوبجكت بتاعي بدل الأوبتيكال فلير. أنا أصلا مكسل أسطب أوبتيكال فلير، ثريش هولد لو قللته يبقى البلينتس هتزيد، ودي أنا هعمل لها كي فريمز على فكرة. السايز بتاع الجلينتس هو ده تمام ماشي، بس اوباسيتي لا خلينا في نورمال، ونظبط الحاجات اللي هي دي عشان نقلل السترايكس اللي احنا شايفينها دي تمام. انا عايز اقلل السترايكس بغض النظر عن الـ اسمه ايه بيقولوا عليه السترينجز نفسها، اللي هو السترايكس دي انا مش عايزها تبقى ظاهره قوي، بس انا عايز البلينتس نفسها دي تبقى ظاهره. بعد كده هشتغل على السايز، السايز بقى ككل كاوفرال سايز، هعمل هنا بلر ثريشولد بحيث يبقى الجلنت على كله هنا، يبقى في بلر الجلنت سايز نزوده شوية ماشي. في عندي الثريشولد وعندي بلر جلنت، لو انا عايز الجلنت يبقى زي الجلو بيقلب زي الجلو، بس هو جميل قوي على فكرة. البرايتنس هعليها شوية كده مش أكتر من كده، لو خدنا الجلنت ده حطيته تحت الكيرفز بقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. انا عملت سيلكت تاني على البلجن وجيت زودت دول سنه وزودت دول سنه، هلاقي الشكل اللي احنا شايفينه ده. الفكره بس الاول ان انا البلر جلنت كتير شويه، فانا عايز اقلله حبتين، وعندي البلر ثريشولد عايز برضو اخده لورا شويه، والبرايتنس او مش البرايتنس السايز نفسه اكبره شويه مش اكتر. عموما هو اللعب في البتاع ده كبير، لكن هو كده اعتقد وصلنا لحاجه مناسبه وشكلها حلو. لو احنا خدنا الكيرفس علناه شويه وسحبنا الشادوز شويه اعتقد هناخد شكل حلو. خلصنا كده من الدنيا دي، دي كده ستارت. هروح هنا اهو مش هنا، هروح هنا كنترول دي ونسميها حتى ستارت 2 دبل كليك ماشي. كل الفكره هروح هنا واروح هنا واضغط يو عشان اجيب كل الكي فريمز. في بقى حاجه عشان ما اقعدش طالع نازل في الباشا ده، انا هروح كل دول كده، كل دول انا مش عايزهم، انا كل اللي انا عايزه الليرين اللي فيهم الكي فريمز. هروح هنا اضغط اف 4 واروح على الشاي واقوم عامل شاي. كل الحكايه بقى اشتغل على دول بس. السكاتر هسيبه زي ما هو او هنشيل الكي فريمز واروح للكاميرا واخد زاويه ثانيه للكاميرا ولتكن كده. انا زي ما قلت انا مش عايز او كده الجلنت هيبوظ، تمام خلينا خلينا كده واروح لليونيفايد جميل، اطلع الشاي واروح للبلنت والثريشولد او هقلله شويه والبرايتنس
هخليها واحد فتقل، وهضغط AA عشان اللايت واخلي اللايت ده 150. ممكن اقل من 150، 140. تمام، اعتقد الكيرفز، لا الكيرفز مظبوطه. نرجع تاني للكاميرا، ناخد الكاميرا بزاويه 1 أحسن من كده. تمام، وندخلها جوه السين كده مثلا، ونسلكت الاتنين كي فريم، وبرضو نفس الموضوع عند 100، وهسحب الكاميرا لورا و هلفها كده مثلا. مش هتظبط، تمام نشوف كده. جميل، زيرو. جميل، عشان اللفه اللي بتلف مره واحده دي هسلكت الاثنين دول ورايت كليك واقوم قايل له ايزي ايز. تمام، تعالوا كده نشوف بقى تبقى عامله ازاي. نعمل بقى كده ونشوف لو احنا عملنا ده خلاص، وناخد الكيرف اديتور ده واقول له انا عايز السبيد جراف. السبيد جراف عشان نشوف الكعبله. الكعبله فين؟ هنلاقيها هنا في الحته، في الجزئيه دي. هي المشكله كلها هنا، لو انا خدت ده ونزلت بيه تحت، وده كي فريم ده، وبرده نزلت بيه تحت، اعتقد ان احنا لو جينا عملنا كده الحته دي هي اللي عندي فيها المشكله. لو انا مسكت ده وزقيت ده كده، ومسكت ده وزقيت ده كده، وخدت ده بحيث ان انا اخد الاند بتاع الكاميرا هو اللي يبقى سموث، والبدايه بتاعتها هي اللي تبقى حاده شويه. اعتقد هو من الاول كانت دي تبقى لينير. كنترول كليك نعملها لينير ونشوف. طيب انا عملت حاجه احسن، انا شلت الكي فريمز اللي موجوده، لان انا لاحظت ان البوزيشن بتاع الكاميرا نفسه ما بيتحركش. اذا لو انا عايز اظبطها هي جت كده اهي، انا هظبط الكاميرا، بس كل اللي هعمله ان انا هاخد الكاميرا في بوزيشن تاني، وليكن ده، وليكن ننزلها شويه على واي، وناخدها شوية على زد. تمام بالشكل ده كده. ولسه على فكرة احنا محركناش دي. هروح لإليمنت وهروح للسكاتر. سكاتر اكس واي زد، وزي ما قلنا ما احنا فاكرين ان هي كانت على زد، فانا هخليها زيرو. باجي كده وهخليها سالب 5. لصفر. اسف على زد، معلش. هنا كده، ودي هخليها سالب 5. يبقى كده احنا طالعين من سالب 5 لزيرو. لو رحنا كده للكاميرا تاني اعتقد ده كده مش هيبقى له لزوم. زيرو.
جميل. يو وناخد ده بعيد برضو شوية كده، نبقى احنا خلصنا من ان احنا نعمل حركة زي دي. واخر اخر حاجة هروح كنترول دي لستارت تري ودبل كليك هنا ماشي، وكل الحكاية ان انا بس برضو هدلت الكي فريمز بتاعت الكاميرا واسيب بتاعت اليمنت زي ما هي تمام، وهاخد انجل تاني للكاميرا وليكن انجل زي ده نفس الموضوع، واروح عند 100 ويخرج بقى اللوجو الاساسي بالشكل ده كده. دايما انا بحب اسيب مكان للكتابة هنا جميل بالمنظر. ممكن حتى اخد الكاميرا كأنها اوربت كده بحيث ان هي تبقى راجعة كده. في بقى حاجة مهمة جدا أنا ما خدتش بالي منها في element 2 في جروب 1. في جروب 1 الـ particle size عايز صغرها شوية بس كده، لسه عايز تصغر شوية تمام. ده السايز راندومنس، انا هخلي دي 8 بالمنظر جميل. طبعا تقدر تكتب انت هنا بقى اي عنوان يعجبك، وعرفنا فكره البيفلز جوه اليمنت. اشوفكم على خير في الدرس اللي جاي ان شاء الله.